بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة اللغة العربية. درس النهاردة الاختلاف والتميز. هل تؤمن بالاختلاف بين البشر؟ جميعنا مختلفون منذ قديم الأزل، فأنت لا تشبه أخاك ويختلف عنك جارك وصديقك، وهكذا الاختلاف كاختلاف الليل والنهار. هل تعلم الحكمة من اختلاف الليل والنهار؟ إن اختلاف الليل والنهار من الأمور التي تساعد الإنسان على بقائه في صحة جيدة، إذ يتمثل النهار في الحركة وقيامه بالعمل، أما حدوث الليل فيعرض نفسه وجسمه للراحة ليجمع طاقته لليوم التالي. بالمملكة النباتية هناك نباتات تحتاج إلى فترة إظلام يومية أطول حتى تزهر، ولذلك سميت هذه النباتات نباتات الليل الطويل. وهناك أيضا نباتات تحتاج إلى فترة إضاءة يومية أطول حتى تظهر يعني تخرج أزهارا، ولذا سميت نباتات النهار الطويل. إذا نقلنا نباتات من نباتات الليل الطويل إلى بيئة فيها النهار أطول، فإن هذه النباتات تفشل في تكوين الأزهار والثمار. وكذلك بمملكة الحيوان، حيوانات لا تنشط إلا في الليل، وأخرى لا تنشط إلا في النهار. ما معنى هذا الكلام؟ كلنا متميزون، نتفرد يعني نختلف ونتميز في الشكل والصفات وطريقة تفكيرنا ومستوى معيشتنا وملابسنا وما نقوم به من مهن وما ندرسه من علوم وكثير من أوجه الاختلاف، لكننا في النهاية نكمل وجه الحياة، فلا يستطيع أحد منا العيش من دون الآخر، ولا يستطيع أحد أن يحل محل أحد أو يمحو أحدا. الاختلاف سنة الحياة التي فطرنا الله عليها، فطرنا يعني خلقنا. على سبيل المثال، لا يتحدث الجميع لغة واحدة، إذ يوجد بالعالم نحو 100 لغة، 100 لغة موجودة في العالم. تأتي في مقدمتها يعني أولها من حيث عدد متحدثيها لغة المندرين، حيث تتجاوز 14% من سكان العالم، كما في الصين، سنغافورة، ماليزيا، تايوان، تليها اللغة الأسبانية. يبقى اللغة الأولى المندرين، اللغة الثانية الأسبانية، يتحدث بها 6% من سكان العالم، أغلبهم بقارة أمريكا الجنوبية، تليها الإنجليزية. يبقى اللغة الإنجليزية ترتيبها الثالث من حيث عدد المتحدثين، إذ يتحدث بها نحو 5.5% من سكان العالم. ثم اللغة الهندية اللي هي ترتيبها الرابع، التي يتحدث بها نحو 4.7%. ثم اللغة العربية، اللغة العربية ترتيبها الخامس، التي يتحدث بها نحو 4.4% من سكان العالم. هذا بخلاف ألوان البشرة، البشرة يعني الجلد، والمهن يعني الحرف والمهن والأعمال التي يقوم بها خلق الله. الاختلاف لا يقتصر فقط يعني لا يكتفي على البشر، لكنه يمتد إلى الكون من حولنا، والذي يحتوي على مئات المجرات السماوية التي تضم بداخلها ملايين الكواكب والنجوم التي تختلف عن بعضها. فالكواكب مظلمة باردة تعتمد في النور والدفء على النجوم، وبخاصة الشموس منها. كما ينقسم كوكب الأرض الذي نحيا عليه إلى يابسة ومياه. يبقى الكوكب الواحد في اختلاف، كوكب الأرض في اختلاف، يابس ومية. كما أن المياه ليست واحدة، حتى المية مختلفة، فهناك المياه العذبة بالأنهار والمالحة في البحار والمحيطات. هل أدركت معنى الاختلاف؟ هو ببساطة تفرد يعني اختلاف كل مخلوق في ذاته بصفاته وهيئته، من دون أن يقلل هذا من شأنه وقدره أو أهميته بالحياة في الوقت نفسه الذي يحتاج فيه كل مخلوق لغيره حتى تتكامل الحياة. هكذا يمكننا أن نقول
نحن مختلفون، نحن متكاملون. اختر الإجابة الصحيحة. جاء الفريق. الاختيارات: هذا، أنا، الذي، هو، أنت. حصل على البطولة. الإجابة الصحيحة: الذي. جاء الفريق الذي حصل على البطولة. حضرت الطبيبة. الاختيارات: هذه، أنت، التي، هي، أنا. عالجت المرضى. الإجابة الصحيحة: التي. حضرت الطبيبة التي عالجت المرضى. من خلال الجملتين السابقتين، الاسم الذي يصل بين الجملتين هو اسم الإشارة، الضمير، الاسم الموصول. الإجابة الصحيحة: الاسم الموصول. الكلمة ومعناها: تتجاوز، معناها تتعدى أو تتخطى. يقتصر، يكتفي. هيئته، شكله. تزهر، تخرج الأزهار. فطرنا، خلقنا. البشرة، الجلد. تفرد، تميز. تتكامل، يكمل بعضها بعضا. الكلمة وعكسها، الكلمة والمضاد بتاعها. الاختلاف، التشابه. فترة، أفنى وأهلك. تتجاوز، تلتزم أو تقتصر. بساطة، تعقيد. لماذا خلق الله الليل والنهار؟ لمساعدة الإنسان على بقائه في صحة جيدة، إذ خلق النهار للسعي والعمل والليل للراحة. ماذا تعرف عن نباتات الليل الطويل؟ هي النباتات التي تحتاج إلى فترة إظلام يومية أطول حتى تزهر، ولذلك سميت بهذا الاسم. ماذا تعرف عن نباتات النهار الطويل؟ هي النباتات التي تحتاج إلى فترة إضاءة يومية أطول حتى تزهر، ولذلك سميت بهذا الاسم. فيما يختلف الناس فيما بينهم في الشكل والصفات وطريقة التفكير ومستوى المعيشة والملابس وما نقوم به من مهن وما ندرسه من علوم، وكثير من أوجه الاختلاف. لماذا لا يستطيع أحد أن يستغنى عن الآخر؟ لأننا نكمل بعضنا البعض، فلا يوجد فرد واحد يتميز بكل الميزات. ما المقصود بالاختلاف كما فهمت من الدرس؟ هو تفرد كل مخلوق في ذاته بصفاته وهيئته من دون أن يقلل هذا من شأنه في الوقت نفسه الذي يحتاج فيه كل مخلوق لغيره. كيف يؤدي تفردنا إلى تكاملنا؟ لأن كل مخلوق يتفرد بأشياء عن الآخر، الذي يتفرد أيضا بأشياء قد تكون مختلفة، ومن هذا الاختلاف يأتي التكامل. كيف تضاء الكواكب المظلمة؟ تستمد نورها من النجوم. ماذا يحدث إذا نقلنا نباتا من نباتات الليل الطويل إلى بيئة فيها النهار أطول؟ تفشل هذه النباتات في تكوين الأزهار والثمار. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. خلق الله النهار للنوم. العبارة خاطئة. نباتات الليل الطويل تحتاج إلى فترة إظلام يومية أكثر حتى تزهر. العبارة خاطئة. يوجد بالعالم نحو 100 لغة. العبارة صحيحة. تحتل اللغة الإنجليزية المركز الأول من حيث عدد المتحدثين بها. العبارة خاطئة. تعتمد الكواكب في النور والدفء على النجوم. العبارة صحيحة. اختر الإجابة الصحيحة. تحتل اللغة العربية المركز الثاني، الثالث، الرابع، الخامس من حيث عدد المتحدثين بها. اللغة العربية تحتل المركز الخامس. تحتل اللغة العربية الإنجليزية الأسبانية المندرينية المركز الأول من حيث عدد المتحدثين بها. المركز الأول اللغة المندرينية. أكمل الشكل التالي. ترتيب اللغات من حيث عدد المتحدثين بها: رقم 1 اللغة المندرينية، رقم 2 اللغة الأسبانية، رقم 3 اللغة الإنجليزية، رقم 4 اللغة الهندية، رقم 5 اللغة العربية. اختر الإجابة الصحيحة. اختلاف الليل والنهار ظاهرة تعبر عن الاختلاف، الوضوح، التشابه.
الإجابة الصحيحة الاختلاف. اللغة الأولى من حيث عدد المتحدثين هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، المندرين. الإجابة الصحيحة المندرين. النسبة الأكبر من المياه على سطح الأرض هي مياه الأمطار، المياه المالحة، المياه العذبة. المياه المالحة. استخرج من النص مفرد مخلوقات، مخلوق جمع علم علوم. أجب عما يلي: ما الأشياء التي يختلف فيها كل إنسان عن الآخر؟ يختلف كل إنسان في الشكل والصفات وطريقة التفكير ومستوى المعيشة والملابس وما يقوم به من مهن وما يدرسه من علوم. ماذا يحدث لو خلق الله جميع البشر متشابهين؟ لن يحتاج أي مخلوق لغيره، وبالتالي لن تتكامل الحياة، لأن الاختلاف هو الذي يؤدي إلى التكامل. هيا نلعب بأحرف كلمة اختلاف وأكمل الجمل الآتية: نقض صديقي وعده ولم يوفي به. أخلف صديقي وعده ولم يوفي به. حاول أبي حل النقط الذي بيني وبين أخي بالتفاهم. حاول أبي حل الخلاف الذي بيني وبين أخي بالتفاهم. أخي الصغير دائما يعترض ونقط رأيي ويصمم أن نلعب اللعبة التي يفضلها. أخي الصغير دائما يعترض ويخلف رأيي ويصمم على أن نلعب اللعبة التي يفضلها. نقط التلميذ في الدراسة ولم ينجح. تخلف التلميذ في الدراسة ولم ينجح. ارسم دائرة حول الاسم الموصول الذي يصل بين الجملتين واكتبه: حصل اللاعبان اللذان فازا على الجائزة. الاسم الموصول اللذان. حضرت الطبيبتان اللتان عالجتا المرضى. الاسم الموصول اللتان. سافر التلاميذ الذين اشتركوا في الرحلة. الاسم الموصول الذين. كرمت البنات اللائي أو اللاتي اجتهدنا. الاسم الموصول اللائي أو اللاتي. ضع مكان الكلمة التي تحتها خط كلمة أخرى مناسبة مما بين القوسين. الكلمات: يتسامران، وهلة، إصراره، أيقنت، حاسما. جلس الصديقان مع بعضهما يتحدثان ليلا عما حدث لهما في العطلة. معنى يتحدثان ليلا: يتسامران. تأكدت أن في قول الصدق النجاة دائما. تأكدت معناها أيقنت. من أول لحظة تكلم فيها إسماعيل شعرت بأنه سيكون صديقي الجديد. لحظة وهلة. اتخذت أمي قرارا نهائيا بشأن عطلتنا المقبلة. نهائيا معناها حاسما. شكر أخي أبي كثيرا على تصميمه الدائم على دخول المسابقة. تصميمه إصراره. ضع مكان اسم الإشارة في الجمل الآتية: ضمير الغائب المناسب. هذه صحراء واسعة. عايزين نبدل اسم الإشارة هذه بإيه؟ بضمير غائب، يبقى هي صحراء واسعة. هذان كاتبان بارعان. هما كاتبان بارعان. هؤلاء أمهات مثاليات. هن أمهات مثاليات. هؤلاء آباء عاملون. هم آباء عاملون. اجعل المتكلم مخاطبا مراعيا الاستخدام الصحيح للضمير. أنا أحرص على طلب العلم. أنت تحرص على طلب العلم. نحن متعاونان في الخير. أنتما متعاونان في الخير. أنا محبة للآخرين. أنت محبة للآخرين. نحن محققات الهدف. أنتن محققات الهدف. اربط بين الجمل مستخدما اسم الموصول المناسب. تصدق الغني على الفقير. الفقير يسير في الطريق. هنشيل الكلمة المتكررة الفقير ونحط اسم الموصول المناسب مكانها.
تصدق الغني على الفقير الذي يسير في الطريق. نضجت الثمرتان، الثمرتان على الشجرة. نضجت الثمرتان اللتان على الشجرة. اهتم المعلم بالتلاميذ، التلاميذ تغيبوا. اهتم المعلم بالتلاميذ الذين تغيبوا. طالع القارئ الأخبار، الأخبار في الجريدة. طالع القارئ الأخبار التي في الجريدة. إن شاء الله الدرس القادم الاختبار الأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.